بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحياء والتطبيق، أهلا بكم في سؤال وردني من أحد الطلبة خاص بالقطع الناقص. السؤال غير موجود في المنهج ولكن فكرته منهجية ولكنها مركزة. قطع ناقص مركزه نقطة الأصل ومحوراه هما المحورين الإحداثيين وبؤرتاه موجب سالب 5 0. هذا يعني أن الأف 1 هي 5 0، وبالتأكيد أن الأف 2 سالب 5 0، والنقطة بي تنتمي إليه، أعلى أسفل لا يهم، النقطة بي تنتمي إليه، بحيث أن المثلث أف 1 بي أف 2 قائم الزاوية. إذن هذا هو الذي يهم، أن هذا المثلث قائم الزاوية في بي. فإذا كانت النسبة بين ال بي اف 1 الى ال بي اف 2 كنسبة 4/3 جد معادلته. اذن المرحلة الاولى في الحل، نبدأ بالمعلومة السهلة واسهل المعلومات، ان قيمة سي تساوي 5 والبؤرتان تقعان على محور السينات. المعلومة الأخرى، بما أن الـ PF1 على الـ PF2 تساوي 4/3، لسهولة الحل لنرمز إلى الـ PF1H ونرمز إلى الـ PF2K. إذن ما معطى في السؤال أن H على K يساوي 4/3، إذن هذا يؤدي إلى أن ال H يساوي طرفين يساوي وسطين، إذن 4/3 K، إذن لتكون هذه معادلة رقم 1. فكرة السؤال الأساسية أعزائي أن المثلث قائم الزاوية في P، وعندما يقول أن المثلث قائم لا تغيب عن أذهاننا أن مبرهنة فيثاغورس يجب تطبيقها، وفيثاغورس يقول مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. الوتر هنا أعزائي هو البعد بين البؤرتين، أي أن 2 سي تربيع يساوي H تربيع زائد K تربيع. وبما أن سي يساوي 5، فأن 2 سي يساوي 10، وعشرة تربيع 100 تساوي H تربيع زائد K تربيع. هنا ستكون معادلة رقم 2، فلو عوضنا 1 في 2 يمكننا إيجاد قيمة K، وإذا علمت قيمة K سنعوضها بالمعادلة رقم 1 ونستخرج منها قيمة H، وعندما نجمع ال H مع ال K حسب تعريف القطع الناقص سينتج عنه 2A. إذن ابقوا معي أعزائي، إذن 100 تساوي H تربيع يعني 16/9 K تربيع زائد K تربيع. فلو قمنا بضرب المعادلة كلها بالعدد 9 لينتج هنا 900 تساوي 16 K تربيع زائد 9 K تربيع، ومنها سنحصل على 900 تساوي 25 K تربيع، أي أن K تربيع تساوي 900/25 تساوي 36، ومنها ينتج أن K تساوي 6. ولو قمنا بتعويض قيمة K هذه بالمعادلة رقم 1 لنتجت أن H يساوي 6/3 تساوي 2، 2/4 تساوي 8. فلو علمت قيمتي H و K فإن مجموعهما حسب تعريف القطع الناقص يساوي 2A، إذن 2A تساوي 8/6، ومنها ينتج أن 2A تساوي 14، أي أن قيمة الـ A تساوي 7. فلو علمت قيمتي الـ A وقيمة الـ C ونعوضها بالعلاقة الأساسية والتي أسميها حلال مشاكل، إذن أي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع، منها ينتج أن 49 تساوي بي تربيع زائد 25، أي أن بي تربيع
تساوي 24. بما أن البؤرتين تقعان على المحور على محور السينات، فإن معادلة القطع الناقص x تربيع على اي تربيع 25 زائد y تربيع على b تربيع 24 يساوي 1. تقبلوا أعزائي الطلبة وأوفر أمنياتي لكم بالنجاح. قصي هاشم مدرس الرياضيات.